الكمامة حتى عند الإلقاء بالبيانات. الكلمة لروزماري ديكاريو. سيدتي رئيسة، الأمم المتحدة تتابع عن كثب المناقشات الدبلوماسية الجارية حول مستقبل هيكل الأمن في أوروبا. الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وأعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كلها تشارك في هذه المشاورات والمناقشات. نأمل أن تعزز نتائج هذه المحادثات السلام والأمن في أوروبا بما في ذلك بالنسبة لأوكرانيا. سيدتي رئيسة، بالرغم من أن الأمين العام لم يشارك شخصيا في هذه الاجتماعات إلا أنه دعم الجهود الدبلوماسية بشكل راسخ على جميع الأصعدة، ولكننا لا نزال نشعر بقلق شديد، فحتى مع استمرار هذه الجهود يزداد التوتر ويزداد الحشد العسكري في قلب أوروبا. تشير المعلومات إلى أنه أكثر من 100,000 من القوات والأسلحة الثقيلة الروسية نشرت على الحدود الأوكرانية، قوات وأعداد عسكرية قد أرسلت إلى بيلاروس ولا نعرف عددها خلال، وذلك استعدادا لمناورات ستتم في فبراير على حدود أوكرانيا مع بولندا ودول البلطيق وبيلاروس، ويخطط الاتحاد الروسي إلى إرسال مزيد من القوات إلى قوات أخرى. هناك 8,500 من الجنود في حالة تأهب كما ذكر الناتو. الغموض يكتنف الوضع ويشعر الكثيرون أن العدوان العسكري وشيك. سيدتي رئيسة، الأمين العام قد أوضح أنه ما من بديل عن الدبلوماسية والحوار للتعامل مع الشواغل الأمنية المعقدة والقائمة منذ زمن التي أثيرت، وعبر الأمين العام عن قناعته الراسخة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل عسكري وعدوان عسكري، وأن الدبلوماسية ينبغي أن تطغى. أي تدخل من قبل دولة في دولة أخرى سيتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتوقع الأمين العام أن نساهم جميعا في منع المواجهة وتهيئة الظروف للحل الدبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة. ولذلك نرحب بالخطوات المتخذة حتى الآن من قبل جميع الجهات المعنية للحفاظ على الحوار، ونحث ونتوقع من الأطراف أن تبني على هذه الجهود وأن تركز على السعي إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية من خلال التواصل بحسن نية، ونحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطابات الاستفزازية والأفعال الاستفزازية لتحسين فرص انتصار الدبلوماسية. التوصل إلى تفاهم مشترك والتوصل إلى ترتيبات متفق عليها دائما هي أفضل سبيل للحفاظ على السلم والأمن الدوليين والإقليميين، وذلك يصب في مصلحة الجميع. سيدتي رئيسة، أكرر التزام الأمم المتحدة التام لسيادة واستقلالية ووحدة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في إطار حدودها المعترف بها دوليا وفقا لقرارات جمعية العامة ذات الصلة. في هذه المرحلة من المهم للمجتمع الدولي أن يكثف دعمه لصيغة النورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية لضمان تنفيذ اتفاقات مينسك التي أيدها هذا المجلس في قراره 2202. نرحب بالاجتماع الخاري الأخير لمستشاري صيغة نورماندي في باريس، والاتفاق على الاجتماع في برلين يشير إلى أن الدبلوماسية يمكن أن تنجح. نشيد بهذه الجهود وجهود بعثة الرأس الخاصة التابعة للمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكالات الأمم المتحدة في أوكرانيا ملتزمة بالوفاء بولايتها وفقا للمبادئ الإنسانية الحيادية والإنسانية والاستقلالية. الوصول الإنساني الآمن من دون عراقيل ينبغي أن يحترم تحت أي ظروف. لتقديم الدعم ل 2.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة،
معظمهم يعيشون في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة. وفي هذا الصدد أحث الدول الأعضاء على المساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية. إضافة إلى ذلك، بعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا ترصد بعض الانتهاكات والخسائر. سيدتي الرئيسة، شعب أوكرانيا يتابع التطورات طبعا عن كثب، فقد عانوا من نزاع قد أودى بحياة 13,000 شخص منذ 2014، ونحن للأسف لا نزال بعيدين عن تسوية هذا النزاع. للأسف أي تصعيد في أوكرانيا أو بالقرب منها سيؤدي إلى مزيد من القتل والتدمير. أيا كان موقف البعض من الوضع الحالي، لا يمكن القبول بالتصعيد. إن وثيقة هلسنكي الختامية والالتزامات الأخرى لتعزيز الأمن والسلام في أوروبا واضحة. أي تصعيد وأي نزاع جديد سيوجه ضربة قاسمة لهيكل الأمن الذي بني على مدار 75 عاما بشق الأنفس للحفاظ على السلام والأمن في اللحظة التي نحتاج إلى ذلك بشكل ملح. مرة أخرى أكرر دعوة الأمين العام لجميع الجهات المعنية لاتخاذ خطوات فورية للاستمرار على مسار الدبلوماسي ولضمان خفض التصعيد. الأمم المتحدة مستعدة لدعم أي جهود تصب في هذا الهدف. وشكرا سيدتي الرئيسة.